في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد الدرك الوطني بمجرى من وضع حد لشبكة إجرامية تنشط في تهريب مواد محظورة. أسفرت العملية عن حجز 11840 قرص نوع بريغابالين 300 ميليغرام وتوقيف شخصين وحجز مركبة سياحية كانت تستعمل لنفس الغرض. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمقرى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمسيلة من وضع حد لشبكة إجرامية تنشط في تهريب مواد صيدلانية على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية باستعمال وسيلة نقل. أسفرت العملية عن حجز 11840 قرص مهلوس نوع بريغابالين وتوقيف شخصين وحجز مركبة سياحية وحجز 7 هواتف نقالة. فور الانتهاء من التحقيق سوف يتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.